جائزة ناصر صباح الأحمد لأفضل لاعب محلي في الموسم بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي AUK. وجاسم شاف الجول ويبجول شاف الجول فرح قلبي فيها جول فرح قلبي الله برنامج جولدن ون المنصة الإعلامية لجائزة ناصر صباح الأحمد لأفضل لاعب محلي في الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي يا نساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج جولدن ون تقديم عبد الله دشتي. ونفويت على رأس المجموعة إلى إسبانيا إلى إسبانيا. التحليل الفني المرعب جاسم يعقوب. جاسم بشار عبد الله. اي نعم يلا يا بشار يلا جول. بدر المطوع. خطيره لبدران بدران بدران الله اكبر يا سيد الله الله. برنامج جولدن ون اخراج هاني عبد الصمد. اليوم يوم احتفالية غير عادية، نسأل الله تعالى أن يسعد من أسعدنا في الماضي ويطلع جيل آخر يكمل المشوار حتى يسعد الأجيال القادمة بإذن الله تعالى. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير مستمعين مارينا اف ام، حياكم الله في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج جولدن ون المنصة الإعلامية لجائزة ناصر صباح الأحمد لأفضل لاعب محلي بالموسم بالتعاون مع شريك الاستراتيجي AUK. قبل ما نبلش حلقتنا بس نعزي أنفسنا ونعزي جميع الكويتيين بوفاة العم وعلم من أعلام الكويت العم صالح العجيري، وأيضا الأسرة الرياضية بوفاة العم فلاح غانم، ربي يرحمهم ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم الجنة إن شاء الله ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. في البداية خلونا نرحب بضيوفنا ومحللينا في جولدن ون. اليوم ضيفنا العزيز مشاري العازمي. مساك الله بالخير مشاري. مساك الله بالنور. بسم الله الرحيم. أحب أرحب سادة المستمعين ورحم، يعني شرف كبير لي صراحة أني أكون قاعد يم المرعب جاسم يعقوب. رحيك أخوي عبد الله دشتي، تشرف فيكم، والكابتن الكبير يعني ما يحتاج بشار يعني شرف لي اني اكون قاعد وياك. يا حياك الله حبيبي، يزيدنا شرف يا مشاري. حياك الله ابو حمود ومسالك بالخير. حياك الله عبد الله وحييك وحيي مستمعينا ومشاهدينا وحيي طبعا مشاري اللي طبعا قدر يثبت وجوده في نادي السابق ونادي الحالي. نعم. ويبدع يوم عن يوم. وعبد الله صاحبنا ما استغني عنا طبعا. حياك الله ابو عبد الله. بشار وحيك عبد الله. مسالك بالخير. رحب بمشاري ابو سعود. طبعا يعني انا من اللاعبين اللي احبهم كاشخاص وكلاعبين. ما تقصر. وجوده اليوم صراحه اضافه للبرنامج وسعيد طبعا بما ان مشاري من اول اللاعبين اللي ترشحوا للجائزه. صح، بما ان مشاري كنت من اول اللاعبين اللي ترشحتوا للجائزه في موسمها الاول، كلمنا عن اثر هذه الجائزه عليكم كلاعبين وشلون كان الحفل الاول. الصراحه للامانه يعني جائزه يعني يشكرون عليها القائمين عليها. جائزه يعني فيها تشجيع كبير سواء حق اللاعب الصغير او حق اللاعب الكبير. يمكن الكل شاهد يعني في اول يعني اول مره الجائزه كنت ترشح احنا الثلاثه انا وبدر وفيصل زايد، وكانت المنافسه كبيره في ذاك الوقت وكانت حلاوتها الامانه. يمكن الله يبعد عنا الجائحه هي شوي اللي عطلت الحفل، يعني كانت اجواء صراحه يعني جديده علينا، اجواء حلوه، طريقه الحفل وطريقه ان كل اللاعبين كانوا لابسين بدل والشكل مميز في يعني اللي طلعنا فيه، وحتى الحفله كانت يعني على مستوى صراحه الامانه، خصوصا انها كانت اول مره يعني تقام. لكن الحمد لله يعني لي الشرف اني انا ترشحت وكنت من
من بين الثلاث المرشحين. إن شاء الله تكون أيضا من المرشحين في هذا الموسم. إن شاء الله كذلك. إن شاء الله. قبل ما نبلش طبعا في محاورنا بشار، شفت مباراة الهلال وتشيلسي؟ شفتها. شلون شفت المباراة؟ هل توقعت فعلا الهلال يقدم هذا المستوى؟ لا طبعا ما توقعت يعني، والدليل أن قبل المباراة الواحد قايل لي المباراة تنتهي 1-0 لصالة تشيلسي بكون سعيد. بعد المباراة ما كنت سعيد، لأن المباراة انتهت 1-0 لصالة تشيلسي على الأداء اللي قدمه الهلال. اي يعني كان يقدر يتعادل، يعني كان ممكن يطلع تعادل. فصراحة مباراة كبيرة يعني. شوف كلمة فريق خسر بشرف ما أحبها أنا، ولا أحب أستعملها ولا لها معنى، لأن الخسارة هي خسارة. لكن اليوم ملاقي كلمة ثانية أقدر أقولها بالنسبة حق الخسارة اللي كانت للهلال أول تمس. فصراحة يعني أداء كبير، وما يعني أعتقد ما شفت فريق عربي أو آسيوي يقدم نفس المستوى من بطل أوروبا في البطولة في كأس العالم. أول مرة أشوف مباراة متقاربة بين بطل أوروبا وبطل آسيا. طيب المباراة القادمة بطل أفريقيا وبطل آسيا شتتوقع؟ شوف لا تقل أهمية، لأن دائما في أذكر من سنوات في التسعينات كانت هناك مباريات اسمها أفرو آسيوية، كانت دائما بين صح أفريقيا وآسيا. إيه بالضبط. فكانت مباراة قوية. ولا ننسى أيضا في ديربي يمكن عربي بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى دوريهم كل يعني كل جماهير يقول والله الدوري المصري أقوى، لا الدوري السعودي أقوى. وزيد على ذلك هي مباراة ثالث كأس العالم فيها ميدالية. إيه يعني تكون ثالث العالم بالضبط، كنادي ثالث العالم. فكل هذه يعني شوف أنا لما شفت الجدول بالبداية تمنيت إنه يلتقون بالثالث الرابع صراحة، تمنيت بالنهاية طبعا بس صعبة، لكن تمنيت ان راح تعطي المباراه اهميه وحماس واثاره، ان الهلال والاهلي هما بطل افريقيا وبطل اسيا ايضا. صح. فمباراه يعني من وين ما تشوفها حماس مهمه من اي جانب. نتمنى ان شاء الله نشوف مباراه ممتعه. ابو حمود ممكن نشوف احد انديتنا المحليه يوصل الى بالوضع الحالي؟ ما اعتقد. ايش كثر يبي لنا؟ وايد يبيلك شغل وايد. وايد 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 درب، يبيلك ناس تشتغل صح. هذا طريق طويل. الهلال والاهلي من تتوقعها؟ توقع الهلال. الهلال مجاري. شفت كاس العالم للانديه؟ شفت المباريات، مباريات الاهلي مباريات الهلال؟ طبعا يمكن شفنا اداء الهلال وشفنا اداء الاهلي. يمكن الاهلي لعب مباراه يمكن كان ناقصين لاعبين منتخب. صح. وبعدين حتى مباراه يعني نزلوا بالشوط الثاني لكن مجهدين، يعني جايين من كاس افريقيا لاعبين مجهدين، فما نقدر نحكم على مستوى الاهلي مقارنه بمستوى الهلال. الهلال صراحه قدم مباراه كبيره ضد تشيلسي، ادى يعني مباراه ما حد كان متوقعها، خصوصا ان تشيلسي يعني ما استهانوا لعب بالفريق كامل يعني بتشكيلته كامله تقريبا، ما عدا يمكن مندي بس اللي كان توارد من امام الفريق، كان توارد عشان شيء ما لعب يعني. بس اتوقع مباراه يعني راح تروح حق الهلال، خصوصا ان الهلال يعني دائما خارجيا يعني بطولات الاسيويه البطولات كاس العالم دائما يؤدي يعني مباريات كبيره، حتى يمكن بالنسخه اللي طافت ضد فلامينغو كان متقدم 1-0 لكن شويه اخطاء وخسر المباراه، لكن دائما اداء يكون يعني ممتاز الهلال. فتتوقعها للهلال امام الاهلي؟ ايش رايك محترفين الهلال مشاري؟ والله يعني ما اقدر انا اتكلم عنهم يعني صراحه، يعني محترفين مثلوا انديه كبيره يعني، واللي لعب بورتو لعب يعني انديه يعني عالميه صراحه. لكن انا يمكن عندي المدرب شوي مو زين، الهلال مدرب الهلال شوي مو عارف يوظف اللاعبين. بس اكيد راح نروح طبعا احنا فاصل قصير لاذان العصر وراح نرجع للتحدث عن بدايه القسم الثاني من الدوري الكويتي الممتاز. ما في انسان فينا ما يتمنى ان تكون له مكانه كبيره بين الناس، يوقرونه يحترمونه ويقدرونه سواء كان غني او فقير، لكن تلاقي الناس تعزه، مكانته كبيره بنفوسهم وبقلوبهم. العزيز ما ينكسر، ما ينزل نفسه لاي احد حتى لو كانت حاجته عندهم. اكيد كل واحد فينا يسمعني الحين يتمنى من الله انه ما يحوج لغير الله، قدره الله كبيره على فهم عباده. العزيز. الله اكبر الله اكبر الله
أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جائزة ناصر صباح الأحمد لأفضل لاعب محلي في الموسم بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي AUK. الله يجزيكم. Golden One. حياكم الله مستمعين مارينا FM، رجعنا لكم مرة ثانية في Golden One، المنصة الإعلامية لجائزة ناصر صباح الأحمد لأفضل لاعب محلي بالتعاون مع شريك الاستراتيجي AUK. راح ننتقل معكم لفقرة دورينا وانطلاق القسم الثاني من الدوري الكويتي لكرة القدم. دورينا هي راية خضراء تعلو أمتي، عنوانها حب غدا في مهجتي. سجل العرباوي، سجل قال لصالح نادي الشباب. هستيريا، جنون، لا يصمتون إطلاقا. الزعيم الملكي يأتي قادم بقوة، يضرب بقوة ولا يبالي. خطرة جاية، هربان عليك الأمان يا شبيب الخالدي. نعم شبيب الخالدي، اللاعب الشاب سالم يسوي إسقاط جميل.
يلخص أداء العبيد في هذه المباراة. بركان بركان كبير وجميل وهدف أروع. جولدن وان. انطلق القسم الثاني من الدوري الكويتي لكرة القدم بالإثارة والتشويق، وأولى المفاجآت كانت بتعادل العميد نادي الكويت مع اليرموك بهدف لمثله، في حين العربي استمر بالنتائج الإيجابية، قفز للصدارة بنفس النقاط مع كاظمة والكويت، وأيضا فوز السالمية على نادي النصر. كل هذه التفاصيل راح ناخذها بشكل أكبر من بعد هذا التقرير. جائزة ناصر صباح الأحمد لأفضل لاعب محلي في الموسم بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي AUK. انطلقت مباريات القسم الثاني من الدوري الكويتي لكرة القدم بإثارة وتشويق كبير، وأيضا مفاجأة كبيرة وهي التي أعلن عنها نادي اليرموك بتعادل الإيجابي مع نادي الكويت بهدف لمثله، في مباراة أنهى شوطها الأول اليرموك متقدما بالنتيجة بهدف المحترف ماركو، إلا أن التونسي ياسين الخنيسي عادل النتيجة بداية الشوط الثاني لتنتهي المباراة بتعادل ثمين لليرموك وخسارة نقطتين مهمتين من الكويت في صراع البحث عن صدارة الدوري. واستمر النادي العربي بسلسلة النتائج الإيجابية بتحقيق الفوز على نادي التضامن بثلاث أهداف لهدف في مباراة عانى فيها العربي الكثير من الصعوبات بالشوط الأول الذي أنهاه متقدما بهدف الليبي محمد الصولة، وسجل الهدف الثاني للعربي علي خلف بالشوط الثاني قبل أن يقلص الفارق للتضامن من يوسف العنيزان بهدف بآخر ربع ساعة من المباراة، إلا أن رصاصة جاءت من بندر السلامة بالوقت البدل الضائع تنتهي المباراة بفوز مهم للعربي جعله يرتقي لصدارة الدوري بشكل مؤقت. وهذا وقد حقق السالمية فوز مهم على النصر بهدف سجله نايف زويد من ركلة جزاء بالدقيقة 90 في مباراة كانت متكافئة بين الفريقين، إلا أن الدقائق الأخيرة أهدت السالمية فوز مهم جعله يتساوى بنفس عدد النقاط مع العربي وكاظمة والكويت بصدارة الدوري قبل مواجهات ختام الجولة التي ستجمع اليوم بين كاظمة المتصدر والفحيحيل وأيضا القادسية والشباب. فأي إثارة تنتظرنا. جولدن وان. بشار، راح ابدا معاك في اولى المفاجآت يمكن اللي يعتبرها البعض وهي تعادل نادي الكويت امام اليرموك. شوف، هي مفاجأة من ناحية الترتيب فقط، غير كذي ما في مفاجأة. يعني القسم الأول أيضا خسر أعتقد الكويت من اليرموك أو تعادل ما أذكر، بس حتى المباراة الأولى في الموسم الكويت ما فاز على اليرموك. فإحنا دائما نقول هني إنه والله هذا الموسم مختلف، هذا الموسم ما تقدر تقول منه راح يفوز على منه. وفعلا يعني شوف، هذا الكلام وايد ينقال أحيانا إعلاميا، والله هذا كرة كل شيء فيها وما فيها كبير وصغير. لا، الموسم فعلا هذا اللي حاصل. قادسية تعثر ما في حيل، الكويت مرتين أمام اليرموك، السالمية أمام التضامن. مفاجأة فقط بالترتيب، إن الأول أو المركز الثاني تعثر أمام المركز الأخير، لكن اللي قاعد يصير في هذا الموسم لا، مو مفاجأة. كل مباراة صعبة، فعلا كل مباراة صعبة صح، وكل فوز مهم، وهذه مو نهاية، يعني مو نهاية هذه النتائج. أيضا راح تكرر، راح تكون في نتائج ممكن اليوم، ممكن اليوم، ممكن اليوم، ممكن. أبو حمود، الدوري فعلا مشتعل، هي صارت كل مباراة كلهم 20 20 20، كل مباراة الحين صارت نهائي تقريبا، فرق المؤخرة ولا المقدمة صح. فاللي الحين قاعد يشعل هذا الفرق المؤخرة اللي قاعد تستدعي على الهبوط والمقدمة طبعا يبون البطولة صح، بس انا اعتقد يعني بالفعل كل اسبوع راح تغير الترتيب.
راح تغير اسبوعين راح تغير الترتيب اسبوعين راح يتغير الترتيب كل شوي استمرت كذي حلو مشاري يمكن انت لعبت مع اكثر من نادي كاظمه الكويت والحين مع نادي النصر شنو اهم الاختلافات بالتحضير ما بين الانديه الثلاث طبعا اختلافات كبيره صراحه يعني للامانه انا اقولها يعني لازم اللاعب يكون شوي مثقف يعني ولازم يكون يعني تحضيره اهو لان خصوصا ان احنا عندنا مهام يعني ما عندنا احتراف لازم اهو يعرف شلون يحضر نفسه حق المباراه لكن يختلف من نادي لنادي نفس ما قلت يعني يمكن نادي كاظمه يمكن الامانه ثقافه الفوز واستمراريه الفوز وحصد البطولات مو موجوده مثل ما هي بنادي الكويت يمكن نادي الكويت اللاعب قبل المباراة بيومين يدري ان خلاص وضع المباراة لازم تركيز يقل الضحك بالتمرين يقل السوالف هذه فيحضر حق المباراة غير ان المعسكرات الداخلية اللي قبل المباراة بيوم يعني تكون في نادي الكويت وطبعا في نادي النصر غير يعني الفريق يعني للأمانة الإدارة تحاول تشتغل تحاول تجيب لاعبين من برا محليين محترفين تحاول تسعى انها يعني تكون مع فرق المقدمة للأمانة فريق النصر فريق جيد يملكون لاعبين جيدين صغار نادي صراحة يعني عنده خامات زينة خامات يعني ممكن تطور للأفضل لكن نفس ما قلت لك يعني ثقافة اللاعب عقلية اللاعب لابد أن تتغير في هذه الأندية في جميع الأندية مثل ما نقول من الوسط وتحت نعم. عشان تقدر مثلا احنا يعني ممكن صار لنا سنين ما شفنا مثلا في حيل ياخذ كاس النصر ياخذ كاس خيطان محصورة بين أندية معينة محصورة بين أندية معينة حتى كاظم اللي احنا نعتبره منافس يمكن 2010 آخر كاس ماخذ يعني فيعني هالشيء يعني اللي مخلي ممكن هني بالكويت الوضع المنافسة على فريق يعني بس بين فريقين مرات نشوف فريق ياخذ بطولة يعني لو بس لكن لو تشوف في دول الخليج عادي مرات تشوف الشباب ياخذ شباب سعودي مثلا بالسعودية ياخذ بطولة تشوف الاتحاد ياخذ كاس تشوف مثلا عادي مثلا الفتح في خذ الدوري مرة في سنة من سنين محتاجين تغيير الثقافة تغيير يعني يعني يكون عقلية اللاعب تكون يعني شوي أنا قادر أفوز على أي فريق قادر أني ألعب قادر أني لكن هذا الشيء يعني من تحت يكون ثقافة الفوز تزرعها من تحت يعني طيب بشار إذا بتكلم عن الكابتن نبيل معلول اللي للحين مو ثابت على تشكيلة أساسية شنو المشكلة حاليا شو تشوف بالتغييرات الدائمة في تشكيلة نادي الكويت يعني ما أقدر أتكلم على أو أنتقد مدرب مثل نبيل معلول ولا أقول لك والله إنه هو اللي سوى غلط ولا اللي سوى صح هو أفهم مني هو يعرف ولا أنا قاعد مرة مع الفريق كل يوم أو أنا إداري عشان أعرف ليش هو قاعد يلعب اللاعب وليش لكن اللي ظاهر لي كمتابع إنه في مشاكل مع الكويت في مشاكل فنية مع الكويت يعني من بداية الموسم ممكن وغير مباراة القادسية اللي فاز فيها الكويت أعتقد ثلاثة ما قدم مباراة كبيرة أو ما قدم مباراة اللي نقول والله هذا نادي الكويت المواسم الماضية مع تغيير المدرب الآن في محترفين تغيروا التونسي واضح أنه لاعب زين لاعب التونسي لكن في مشاكل فنية بالفريق مو الفريق هل المشكلة باللاعبين هل مثل ما قال مشاري في مشكلة بعقلية اللاعبين الموجودين لأن أعتقد اللاعبين يعني لو شوف مثلا اللاعبين اللي يعتمد عليهم الفريق مثلا فيصل وزينكي وتركماني مستواهم مو ثابت مرة يكونون زينين مرة مو زينين مرة مو زين وأنت لما تكون نادي مثل نادي منافس مو مسموح لك أن يكون مستواك مو ثابت لأن النقاط اللي تخسرها معناتها بطولة هذه مو مركز يعني في فرق والله النقاط تفرق من ثالث لرابع من رابع لخامس لكن النقاط اللي ضيعها نادي الكويت تفرق من اول لثاني فمو مسموح لك كلاعبين ان يعتمد عليكم الفريق ان مستواكم يكون مو مستقر لا. خصوصا اللي عرف نادي الكويت يعني من افضل الادارات وتحاول توفر كل شيء سواء للمدرب او اللاعبين ف تلوم اللاعبين وأكيد تلوم مدرب يعني مشكلة الفريق واضح أنه في مشكلة فنية ما أعتقد أنه في مشاكل إدارية أو مشاكل بين اللاعبين لأن إدارة الكويت حازمة بهالأمور صحيح فما أقدر يعني ألوم غير اللاعبين والمدرب نعم محمود إذا بنتكلم على النادي العربي واستمراره بسلسلة النتائج الإيجابية وأخرها الفوز على نادي تضامن بثلاث أهداف مقابل هدف ورجع ينافس العربي أعتقد أنه عرف في
يختار المحترفين الصح اللي يعني اللي بحاجة حاجتهم الفريق. نعم. بالفعل سوى تغييرات شال البعض وجاب الجديد الحين تحسن الأداء وأنا أعتقد راح يكون منافس قوي على الدوري. نعم. نعم مشاري أنت شلون تشوف رجوع العربي للمنافسة على الدوري وأعطاء الدوري هذه الإثارة؟ يعني نشوف الحين خمس فرق قاعد تنافس. يمكن طبعا نحن من سنين كان ودنا إنه يرد العربي. عربي بصراحة يعني بفريق بجمهوره يعني يعطي حلاوة حق الدوري. هذا مو يعني مو بس يعني والله العربي خذ بطولة، لا العربي جمهوره غير يعني يمكن تشوف من رجع حق منافسة يمكن يعني تنفسنا شوي، قمنا نشوف جمهور، قمنا يعني في متعب اللعب شوي. نعم. فيعني العربي يضيف صراحة حق الدوري و يعني منافسة وحتى الجمهور يعني. وعلى طار العربي بشار، يمكن ذكرت في أول مباراة لعبها الصولة بأنه فعلا لاعب مميز، شفناه الحين في مبارتين يسجل. شوف أنا موضوع أن والله اللاعب ما تأقلم، هاللاعب ما هو لاعب زين ما يحتاج. والله عطى 5 6 7 مباريات لا زين ما يحتاج ما يحتاج خلاص دوري بعد تاخذ اي يعني شنو يعني شنو يعني شنو انا ماني فاهم شنو كلمه التاقلم. يعني انت تلعب كره وهذين اللاعبين يلعبون كره نفس الـ اوكي تقول لي والله الجو، تقول لي الملاعب، تقول لي هذه الامور بس داخل الملعب لا ما في شيء اسمه والله تاقلم. اذا انا لاعب زين بلعب زين، حتى لو ما اقول لك والله سوبر يكون او انه يفوز الفريق بس يبين اللاعب الزين من أول مباراة. وهذا اللي صار بالنسبة لي أنا مع الصولة من أول مباراة ضد الشباب في كأس الاتحاد. واضح إنه لاعب زين، واضح إنه لاعب راح يفيد الفريق، لاعب مهاري، لاعب يعني إحنا عندنا بالكويت قليل لاعبين اللي يروحون دايركت على الجول، ناخذ الكرة يروح على الجول. الصولة من هاللاعبين يعني أول ما يفكر على طول إنه يتجه للمرمى، يتجه يروح للمدافع، يقرب المسافة يروح للمدافع على طول، ما يروح عرضي، ما يرجع وراء. فمثل ما قال محمود توفقوا في العربي، وإذا سنوسي يسار وصولة يمين راح يشيل وايد عن سنوسي. يعني الآن مباراة التضامن وايد شال عن سنوسي، فراح يصير في تنويع، راح يواجهون مشاكل الفرق اللي تلعب ضد العربي. ايضا ابو حمود يمكن شفنا انتقادات كبيره في المقابل لمهاجم العربي، صحيح سجل مو في المباراه الماضيه اللي قبلها لكن للحين ما ظهر اللي هو سوداني الشعلة. اعتقد يمكن انا سمعت عنه بس سمعت اعلى من مستواه الحقيقي اللي ظهر فيه. انا ما شفت يعني سوى شيء او سجل او يعني صار على هدف حلو الى الان، بس يمكن يبي يلعب لعبتين يلا يتاقلم مع الفريق. مشاري مباراتكم مع السالمية، قدمتوا مباراة جميلة وصلت لدقيقة 90 وكانت النتيجة سلبية 0-0، لكن الخسارة جاءت بآخر الدقائق من ركلة جزاء. شنو اللي صار في هذه المباراة؟ والله يمكن أمس كانت صراحة يعني يمكن داخل الملعب يمكن اللي يشوفها من برا خصوصا النتيجة 1-0 يمكن يحس أن المباراة كانت مثلا يعني عادية، لأن خصوصا الجمهور يبي يحب يشوف الأقوال وكذي، لكن داخل الملعب كانت للأمانة مباراة حيل حماسية. صح. يعني من الفريقين يعني داخل الملعب الفريقين مركزين. يمكن الشوط الأول شفنا يعني كنا إحنا أكثر سيطرة، حتى السالمية كان يعني يلعب تكتيك معين وقادر يوقف يسكر، والشوط الثاني صار العكس يعني إحنا شوي تراجعنا لكن كان في تكافؤ بالشوط الثاني بغلط باخر الدقائق يمكن صار بلنتي وقدروا ياخذون الفوز. وكنا نقدر يعني نطلع يعني اقل شيء بنقطه يعني، لكن الحمد لله يعني على قولتهم مكتوب للسالمي اقول لهم جود لك يعني هارد لك لنا. بشار يعني ركله الجزاء في الدقائق الاخيره يمكن شفت اللقطه، البعض يلوم الحارس حارس المرمى الحسين بانه ما كان له داعي. يعني شوف ما تلومه اكيد تلومه يعني سوء تقدير وعدم خبره، لكن مشكله الحارس هذا مشكله الحارس. حسنا انا مطلع كورتين وثلاث كور صعبين من فابيانو. صح. من يعني في ثلاث كور كان متالق، لكن خطا واحد او سوء تقدير في نهايه المباراه تقول لي والله تلوم الحارس. لكن ما يمنع انه قدم مباراه كبيره. صحيح. قدم مباراه كبيره امس كان سبب انها تكون المباراه 0-0،
لنهاية المباراة. وأحمد عادي كذلك، أحمد عادي طلع من مشاري كرة يمكن تكون تصدي الجولة، وإذا مو واحدة من تصديات الموسم. توقعتها جول. جول أنا نظرت تحوش يعني ديش الشبك، نظرت من الشبك. فسألت مشاري تحت الهواء قلت له نفس الشيء، قال لي أنا شايفها جول. فبالنسبة لي هذا واحد من تصديات الموسم. لكن فوز مهم، فوز وايد مهم للسالمية. الطريقة اللي فيها، التوقيت، الوقت بداية القسم، وأيضا الأهم أن النصر راح يعطلون الفرق الأخرى. يعني إيه يعني اللي شفناه أمس وجه مغاير تماما للنصر في القسم الأول. يعني أنا كنت أكلم واحد من الشباب قبل المباراة قلت له يعني اللي شفناه من النصر في الكأس أو في الدوري يخلي ممكن تكون مباراة سهلة السالمية، لكن اللي شفناه أمس لا، مو النصر هذا اللي شفناه في القسم الأول. يعني بالنسبة لي كسلمان أقول لك طلعت ثلاث نقاط من فريق، وهذا الأهم، من فريق راح ياخذ نقاط من فرق الصدارة 100%. نعم. 100% راح النصر راح ياخذ نقاط على المستوى اللي شفته أمس من فرق الصدارة. أبو حمود، هل السالمية قادر أن ينافس على الدوري بعد؟ يعني حاليا هو 20 نقطة، بعد ما وصل إلى 20 نقطة أعتقد. نعم. منافس قوي، يظل منافس قوي. نعم، يظل مع العربي كله مع الان، خلص الان لعبت كوس كلها. فانا اعتقد تلعبها مباراة بمباراة، السالمية مباراة بمباراة، لازم يعني ما يفرط الواحد باي نقطة. نعم. ومشاري النصر الحين قاعد يتعامل معاملة ثانية الحين، صار اللي هو الهروب من شرح الهبوط. فشنو اللي لازم الحين يصير معاكم مع نادي النصر من جهاز اداري فني لاعبين؟ الأمانة يعني أنا دائما يعني الجمهور هذا دائما شنو قاعد يقولون، إن النصر ما راح يطيح. إحنا واقعيا الحين اللي عايشينه، لا إحنا قاعد ننافس إنه ما نطيح. أنتوا كلاعبين في بعقليتكم إنه ايه ممكن نطيح؟ لا، بعقليات اللاعبين إيه، مو هذا هو، إن يعني اللاعبين نفسهم يقول لا النصر ما راح يطيح، راح نأخذ نقاط وراح. إذا تم التفكير هذا أنا بوجهة نظري بالعكس، هذا يصير ممكن عليك شيء عكسي. نعم. لازم كل مباراة تقول أنا أبي ثلاث نقاط، لا نتوخر عن الفرق اللي تحت. أوكي، ممكن أنت ما تطيح صح. النصر يعني كأسامي كلاعبين لو تشوف الفريق، يعني ما حد يقول والله نادي النصر ممكن يطيح. لكن هالشيء صار معانا في نادي كاظمة قبل يمكن 7 سنين أو 8 سنين، نفس الطريقة. كاظمة ما راح يطيح، كاظمة من مباراة لمباراة قاعد نخسر، خسرنا خسرنا خسرنا، ويأت مباراة مع الصليبخات فزنا عليهم 3، لكن خطأ إداري يقلبوا المباراة علينا، طحنا. لكن الحمد لله صار الدمج السنة اللي بعده. أنت كلاعب خبرة وككابتن عندك الـ يعني التجربة، ما تنقلها لاعبين النصر؟ إيه، أنا عشان كذي أنا يعني قاعد أتكلم بهالموضوع. يعني مثلاً كمثلاً ممكن جمهور كلاعبين، بعض اللاعبين يقولك لا النصر ما راح يطيح، لكن أثناء المباراة لو تلعب، احنا عندنا اللعبه الجايه ما في حيل 9-9. كاظمة كانت نفس العقليه انك انت ما راح تطيح. اي، ما راح تطيح. عرفت العقليه انه ما راح تطيح، لا ما راح تطيح وكذي تتم وما تأدي داخل المباراه، لا يعني الحين مباراتك الجايه ما في حيل عن 6 نقاط. انت 9 وفي حيل 9، صح، ويمكن في حيل اليوم مثلا يفوز على كاظمة. نعم. فانت محتاج الفوز اكثر يعني المباراه الجايه من في حيل. فيعني انا يعني هالشيء انا ما احبه صراحه، دائما على ارض الواقع تطبق اللي انت بيه. نعم. انت مثلا الحين بشبح الهبوط، صح. هذا يعني واقع عايشه، هذا النقاط كل نادي يفوز ما فيها ما تفكر غير لازم تفوز لازم تفوز، ما تطيح وتنطر نتائج الفرق الثانيه، لا ما يصير. نعم. خلاص لازم تشتغل ثلاث نقاط تشتغل على هالطريقه. يعني بما ان ابو حمود ذكر مشاري مباراه كاظمة وفي حيل، شو تتوقع راح تكون مباراه سهله بالنسبه لكاظمة؟ لا، ما في شيء سهل، ما في ولا مباراة سهلة. انسى مباراة سهلة، ما في. فتشوف مباراة راح تكون حتى غسية الشباب ما اعتقد سهلة، هم ما راح تكون لان غيابات وايد. يعني الشبيب اليوم غايب، كاظمة شبيب مهم، حتى قلب الدفاع بعد الجزائري بعد تمزق ما راح يلعب. اي، وقادسية هم عنده 3 أو 4 لاعبين ايضا غيابات، فما في مباراة سهلة بالشارع الحين في المباريات. لا ما في، لا حاليا ما في. يعني شوف الجدول قبل مباراة اليوم، 4 فرق 20 نقطة، صح. ف
ممكن يكون ست فرق ممكن يكون اي ممكن يعني نهايه اليوم ممكن يكون خمس فرق 20 كلهم اجرين اي فهذه شغله غريبه صراحه. فبالتالي انه الى الان ما في شيء محسوم لا فوق ولا تحت. اللي يرموك عندهم امل والسالميه والعربي وكاظمه عندهم امل طبعا بعد بالبقاء نعم. والباقي الخمسه كل واحد عنده نفس الامل. ولاول مره لاول مره من المواسم الخمس فرق عندها امل بالدوري حتى كلاعبين حتى كعقليه حتى كاداره لا احنا نبي الدوري هالموسم ما نبي نكون قراب ما نبي نكون الثالث ورا القادسيه والكويت لا ما نبي نكون الثاني. الخمس فرق عندها امل. فالقسم الاول شفنا فيه تعثرات مثل ما قلت لك. الان القسم الثاني يعني تعثر راح يكون مكلف ثمين للفرق. نعم اذا بنتكلم هبوط فريق لفريقين هبوط فريقين مشاري بما انك كنت لاعب سابق في كاظمه تشوف الموسم هذا كاظمه متصدرين حاليا الدوري ايش رايك بفريق كاظمه هل قادرين فعلا على المنافسه للنهايه؟ والله شوف للامانه يعني بالمواسم السابقه يعني كفكر كمجلس اداره يعني ما كان للامانه عندهم الطموح لتحقيق الدوري لكن يمكن دعموا الفريق بلاعبين محليين دعموا يعني الفريق بلاعبين محترفين للأمانة من سنين كنا ننطر احنا كنا نتمنى قبل محترف عادي يعني مو محترف اقول لك زين محترف عادي يسد مكانه لكن في السنين اللي طافت دائما المحترفين يكونون للأمانة عالة على الفريق. هالسنة اتوقع كاظمة راح يكون له كلمة اتوقع يحقق بطولة اذا ما حقق الدوري راح يحقق كاس الامير. كاظمة فريق للأمانة يلعب بامكانيات اللي عنده يمكن شفنا طريقة كاظمة يمكن يعني في مباريات ما قدم أداء كاظمة وشوي تغيرت طريقة كاظمة يعني عن الاستحواذ يعني في آخر مباريات وهالموسم شوي تغيرت طريقة يعني دائما كاظمة يتميز بالاستحواذ وإنه يكون أكثر استحواذ على أي فريق لكن هالسنة نشوف لا يمكن اعتماد على الأطراف على السرعة على المساحات خلف المدافعين على المرتدات وقادر انه يعني يفوز على الفرق بهالطريقه وممكن يحقق الدوري شيء مو صعب يعني. بما انك مشاري ذكرت المحترفين بشار ذكر مشاري ان فعلا كاظمة كان بحاجه لمحترفين حاليا غير ثلاث محترفين وهذه تحسب للاداره. اي ويعني ترى كاظمة القسم الاول تقريبا تصدر بدون محترفين نعم يمكن بس العرسان اللي لعب اخر مباريات لكن ما استفاد محرف يمكن أقل فريق استفاد محترفين من فرق الصدارة هو كاظمة. فالآن هو غير وقاعد نسمع عن اللاعبين الجزائري إنه يعني لاعبين زينين. فحتى لو ما يكونون سوبر أي إضافة بالنسبة لكاظمة الناس ما قال مشاري كاظمة كان عنده مشاكل وايد محترفين. فأي إضافة الآن راح تكون نقلة. فممكن يعني تكلمنا عن العربي والتغييرات في المحترفين وممكن يعني هذه أمور ممكن تحسم الدوري هذه التغييرات هذه الإضافات بالنهاية ممكن هي اللي تحسم الدوري. نعم. السالمية أيضا سانتي اللي في النص وجمعة فنص الموسم كل الفرق يعني صار عندها أمل بالدوري فلازم أشتغل لازم أشتغل حق الدوري فهذه التغييرات هي اللي بالنهاية ممكن تكون فرق بين المراكز الأول والثاني. يمكن كلام أبو عبد الله على ما تمه يمكن يعني الأمانة يعني في السنين اللي طافت نشوف في أندية عندهم محترفين يعني ما له دور بالفريق يا يكون برا يا يكون مثلا بالملعب بس لأنه محترف قاعد يلعب لكن هالسنة لا يعني شوف حتى اليرموك غير أربع محترفين أداهم مو زين غير يا أربع غيرهم وكاظمة متصدر غير ثلاث يعني احنا غيرنا يمكن صفقه تبادليه مع خصوص يعني الامانه محترفيننا زينين احنا نادي النصر التضامن محترفين زينين خلوهم يعني ما في الحين ما في مجال خلاص يعني الاعلام ما قاعد يرحم الحين صح. اي نادي يجيب محترف عليه علامه استفهام الاعلام يشيله قبل اداره النادي بالضبط اي والله وما في يعني شوف خلاص القسم الاول العشر فرق ما عندها مباراه تحصيل حاصل بالضبط فرق قاعد نفسها الدوري وفرق قاعد نفسها الهبوط ما في فريق ما في فريق يقول لك الموسم انتهى عندي خلاص خلنا اجزر محترفين وافكر بعدين لا ما في القسم الثاني راح يكون حاسم دائما بالسنين اللي طافت في فرق يعني فرق الوسط
خلاص لا يطيح ولا يصعد، فتلقى حكم عنده محترف يمشي محترف يتم مثلا باربع ثلاث محترفين عادي. نعم بس الحين لا صعب صراحه، خمسه فوق خمسه تحت. الحين كل مباراه حاسمه، ما في شيء اسمه والله انا خلاص ضمنت انه ما راح اطيح او انا ما راح اخذ الدوري خلاص انا خلنا اوصل لنهايه الموسم خلي يعدي الموسم. شوف حتى كاظم الحين في ميزه، اللاعبين المحليين مميزين يعني ممكن يكون افضل من المحترفين. نعم نعم، فان شاء الله نتمنى التوفيق لجميع الفرق ونشوف هذه المنافسه لختام الموسم. بعد ما تكلمنا عن ابرز مباريات الجوله العاشره وصراع اللقب وتفادي الهبوط كذلك، راح نتحول معاكم الى فقره مانشيت. مانشيت جائزة ناصر صباح الأحمد لأفضل لاعب محلي في الموسم بالتعاون مع شريك الاستراتيجي AUK. لمتابعة الحساب الرسمي لجائزة ناصر صباح الأحمد في الإنستغرام وتويتر Golden1KW. Golden One. طبعا في فقرة مانشيت، أصبح اتحاد كرة القدم الكويتي بين المطرقة والسندان بعد أن هدد الحكام المحليون بمقاطعة المباريات في حال استعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات الدوري الممتاز. فبعد مطالبات الأندية المحلية لا سيما أندية المقدمة بحكام أجانب خلال مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري، جاء الرد من الحكام بتحذير الاتحاد من تنفيذ مطالب الأندية وإسناد المباريات لحكام أجانب، مؤكدين مقاطعتهم للمباريات في حال تم الرضوخ لمطالب الأندية. السؤال، هل يرضخ فعلا الاتحاد ويستجيب لتحذيرات الحكام ويعاند الأندية، أم أنه راح يمضي في خططه ويعاند الحكام ويستجيب للأندية؟ أبو حمود إيش رأيك؟ أقول شقين، أقول حق الحكام ليش أندية ما تبيكم؟ أداءكم كان سيء وسويتوا بمشاكل كل معظم مباريات لعبتوها، نعم حكمتوها أقصد. الاتحاد يعني هذا الاتحاد انا ما اني مقتنع فيه بالمره من اول يعني، نعم ما عنده شيء زين نقدر نتكلم فيه سوى الاتحاد كره القدم. الحكام لهم حق يدافعون عن هذا، بس الاتحاد عليه ضغوط من الانديه. نعم انا اقول حق الحكام ما تلوموا الانديه اللي شافوا منكم القسم الاول والمشاكل اللي صارت منكم، لا تلومون. وانا اعتقد ان من حق النادي يطلب، أنا كنت بالأول أقول تكويد لازم حكام المحلي تكويد، بس نشوف مباراة عن مباراة يعني مشاكل عزيز سواء بالفار ولا بالتحكيم. نعم بس الحكام عندهم وجهة نظر بأن إذا بشار إذا الاتحاد ما قاعد يثق فينا ويسند إلينا هذه المباريات، شلون نبي الاتحادات القارية الاتحاد الآسيوي يثق فينا ونطلع برا نحكم؟ يعني موضوع معقد شوي، موضوع شائك، لأن يعني أنا كلاعب مثلا لو يوني المدرب يقول لي أنا ترى بلعبك بس المباراة المهمة لعب أي بلاعب ثاني لعبك، أنت ما راح لعبك المباراة المهمة راح أرضى. وهذا نفس الشيء بالنسبة للحكام، لما يقول ترى المباراة الحاسمة والمباراة الحساسة ما راح تحكم، أي راح أجيب حكام ثانيين. زين أنا حكم، أنا أبي المباراة الحساسة، المباراة الكبيرة، المباراة اللي الناس تتابعها، شلون يعني خصوصا عندنا في الكويت ما في يعني ما في حوافز ولا عوائد ولا كونك حكم إلا أن تستمتع فيها المباريات. أسألني إيه فشون تحرمني من حتى هالشغلة الوحيدة اللي تونسني كحكم أو اللي تخليني أعطيك كحكم أنت قاعد تأخذها مني. نفس الوقت نرجع ونقول أن هالموسم النقطة والنقطة والثلاث نقط حاسمين، فالأندية ما عندها استعداد أنه والله خطأ حكم ولا خطأ فار ولا حكم يعاند، ما عنده استعداد. ممكن حتى الحكم الأجنبي يخطأ، هو قاعد نشوف في الدوريات يعني الحكم الحين أسأل قد ساوي عن حكم الدنمارك اللي لغى جول أحمد الظفيري الحين يتكلمون عليه، فحتى الحكم بس عندنا إحنا تتقبل من حكم الأجنبي لأن ما تقبل. لا مو تدري ليش؟ لأن الفكرة إن الحكم الأجنبي أخطأ والحكم الكويتي يعاند.
هذه الفكره اللي هذه الفكره مو عندي انا هذه فكره الاداريين واللاعبين ان هذا الحكم يتصيد علي وهذا الحكم اخطا في اخطاء حكام فهذا الحكم الاجنبي اخطا ما يعرفني ولا يعرف الفريق الثاني ولا دخل فيه ولا شغل فينا فاخطا لكن الحكم الكويتي لا عاندني ولا تصيد علي ولا عنده والله مباراة طافت ما ادري منو شنو قال له فهذه الامور تاثر في في فصراحه موضوع وايد شائك والكل يلام فيه الانديه والحكام والاتحاد نعم يمكن في المباريات اللي طافت الجوله الماضيه مشاري في الثلاث مباريات شفنا تركيز عالي من الحكام ما شفنا ولا نادي تكلم على الحكام كان اداهم جدا بس ممتاز دقيقة. هذه نقطه مهمه يعني تقدرون تصيرون زينين يعني حكام بالنسبة حق الحكام يعني لما طلع سالفة موضوع الحكام الأجانب التركيز صار عالي إيه يعني بدهم تقدرون تسوون كذي ليش مو من أول شيء لأن مثل ما قلت الـ 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 أنت لاحظت المباراة إيه يعني ولا غلطة تقريبا ولا مشكلة ولا يعني ولا حد اشتكى يعني الكويت متعادلين مع يرموك ما اشتكى علي محمود يدار المباراة بشكل ممتاز أمس مباراة سالمية والنصر ما حد يقدر يتكلم عن شيء فإذا أنت كحكام قادر أنك تأدي هالمستوى ليش تنطر لازم الأندية يشتكون والاتحاد يفكر بغيرك ترى الحكم مرات هم يعني مباراة تفرق هم والله شوف أنا بالنسبة لي لازم يكون في مبدأ ثواب وعقاب يعني ما يصير مثلا حكم يخطئ نشوفه حتى لو تم إيقافه لأن في عقوبات قاعد تصير على الحكام ما حد يدري فيها ما يعلن عنها لكن لازم ما تعطيه إدارة مباراة قوية من بعد الإيقاف يعني لازم يكون في يعني لازم تركز لازم تقل أخطائك لازم تكون قراراتك سليمة 100% عشان ترد تأخذ مباراة قوية مرة ثانية يعني ولا بالعكس يعني ترى الأخطاء واردة في كرة القدم ترى مثلا الحين لو نشوف فرق الصدارة أنا بتكلم عن كاظمة استفاد من أول مباراتين الشباب والفحيحيل خذ بلنتيين مو بلنتيين للأمانة 6 نقاط فيها هذه فبس يعني جزء من كرة القدم يعني بس كانت الأخطاء كثرة يعني بس إحنا نتمنى تقليل الأخطاء أنا ما بي ما أنا من الناس ما أقول مثل حكم لا تخطئ نهائيا لا أخطأ عادي وإحنا كلاعبين نخطئ اتحاد المدرب اللاعب الحكم لكن لما تقل نسبة أخطائك أنت تكون حكم مميز بعدين يعني. أيضا الاتحاد يعني لازم تكون هناك يعني الحالات اللي عليها الجدل حالات جدلية طلع بيان اشرح ليش الحكم سوى كذي ليش الحكم خذ القرار مثلا سالمين القادسية كاس ولي العهد كرة المجمد للحين في ناس يقول لك لا والله بلنتي والله مو بلنتي اطلع قول ان القانون المادة كذا كذا اللاعب كذا كذا عشان كذي هذه ما اطلع وشيل الحمل عن الحكام وثق في الناس بنفس الوقت وهو في المحللين التحكيميين لا 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 الاتحاد رسمي اتحاد رسمي شيء رسمي بيان رسمي من الاتحاد ان في كذا كذا الحكم خذا لانك ثقف الناس وبنفس الوقت اقطع الجدل هذا اللي قاعد يصير واحنا حكم ابو عبد الله حتى بهالنقطه راح نرجع حق شيء ثاني بعد يعني مثلا الحين ليش مثلا كمثلا نادي اداره فريق ما في محاضره نظريه عن فقره تحكيميه مثلا يعني لأن صراحة عندنا إحنا وايد أمور تنقصنا سواء اللاعبين سواء الإداريين بعد والقوانين تغير فأنا يعني ما يعني حط فقرة مثلا نظري بالنادي محاضرة صح ولا فقرة تحكيمية مادة الفلانية تغيرت والله لمسة يد والله كذي والله عشان حتى اللاعب مرات في لاعبين يحتجون على شيء يقول شوف الفار هي مو من ضمن الحالات الأربعة اللي ترجع لها ترجع يعني فهذه تحتاج هم من اللاعب فهذه ترجع للأندية والأندية بعد هذه ترجع للأندية لأن احنا تدري يعني ما عندنا احتراف ما فلازم يكون مثل ما تقول الأبديت أول بأول حق اللاعب حق الإداري حق مرة قعدنا على مباراة فصار فاول داخل 18 لنا فقلت حق الحارس لعب لي إياه وأنا داخل فلعب لي الحكم ولعب لي الحارس والحكم صفر ان تنعاد قلت ليش لازم لازم تطلع الكره برا الثمنتاش قلت هذه مو ضربه مرمى فاول يقول لي حتى الفاول فما كنت ادري قلت له صدق بالمباراه قلت له صدق قال لي فما كنت ادري ان في قانون شيء بعدين طلعت رحت قريت ولا صح انا قبل حسبالي بس ضربه المرمى بعدين طلع لا اي ضربه حره داخل ال 18 لازم تطلع برا ال 18 هذا في القانون السابق القديم كان اكيد لكن امانه انا يمكن ايد بشار بنقطه ومع حكامنا المحليين لما قال انه يحتاجون للمباريات الكبيره لان تقييم الاتحاد الآسيوي لإعطاء الشارة الدولية
ما تعطى إلا في المباريات الكبيرة. فإذا أنا ما قاعد أحكم شلون راح أخذ الشارة الدولية، شلون راح أخذ يعني ما راح كذي راح أحكم بس مباريات العادية. بعدين شوف اللاعب لما يقول لك والله المدرب يقول لك أنا ترى مباراة مهمة ما راح ألعبك، بخليك حق مباراة. ترى بالسعودية صار كذي، حكام السعوديين يمكن سنة أو سنتين ما حكموا. نعم. فتشوف يمكن حتى المباريات الدولية ما كانوا يحكمون. طبيعي أنت ما قاعد تحكم عندك في الدوري، اتحادك مو واثق فيك، لاعبينك وانديتك. أنا كاتحاد آسيوي واخذك. لكن للأمانة شوف أنا مع الحكام الأجانب، على يعني إذا تم الوضع نفس الأخطاء اللي طافت بالقسم الأول والمواسم السابقة، لا أنا صراحة مع الحكام الأجانب. بس إذا نفس الجولة اللي طافت؟ بس إذا نفس الجولة اللي طافت لا. خلي المحليين. خلي المحليين وخلي غلط على كيف وعلى راح. أكيد طبعا احنا نتمنى كل التوفيق لحكامنا المحليين وتحياتنا لهم. وأنا يعني عارف أن فعلا هناك أخطاء تحصل في عالم كرة القدم بالعالم كله، حتى مع وجود الفار اللي المفروض بأنه يحل مشاكل كبيرة، إلا أنه قاعد نشوفها في بعض المباريات قاعد يسبب مشاكل أكبر من اللي موجودة. فنتمنى إن شاء الله يكون في اهتمام أكبر وأكثر للحكام، أن طول ما أنه في هناك اهتمام فيهم راح تشوف مستواهم يرتفع أكثر وأكثر. احنا سمعنا بأنه راح تكون في هناك أكاديميات للحكام، حكام المستقبل وغيرها من هذا الكلام، ورفع أيضا سقف المكافأة اللي قاعد يأخذونها الحين. صراحة ما ودي أقولها على الهواء فعلا، يعني مقارنة بالدول المجاورة، ما بيتكلم أنا على الدول العالم وأوروبا وأمريكا الجنوبية وغيرها، بتكلم على المنطقة حولنا. فرق شاسع، فرق كبير ما بين اللي هم يستلمونه واللي يستلمه حكامنا. فنتمنى أن يلتفتون لهم أكثر. كذي خنروح أبو أحمد، نروح حق فقرة عطاير. يلا عطاير عطاير من أي زمان جئت يا بدر، ومن أين أتيت بهذا يا بدر؟ بشار أول جول في البطولة. بشار طبعاً فوق الأعلامكم عطاير. جولدن وان فقرة عطاير. طبعا أمانة أنا هذه الفقرة أستمتع فيها، مو بس لأن فيها أسئلة وأجوبة من الضيوف المحللين معانا، غير أن فيها معلومات يمكن تكون جديدة وأول مرة نسمعها، قصص أول مرة نسمعها. أبو حمود، أفضل مدرب مر عليك سواء كان مع المنتخب عطنا اسم، ومع النادي أيضا عطنا اسم، منو كان افضل مدرب مثلا مع النادي؟ نتاج الصقل اللاعبين. حلو. هذا شيء صار شقين. صقل اللاعبين منو؟ صقل اللاعبين بالمنتخب رشيد. حلو. وبالنادي؟ بالنادي بوزوفيتش. وكنتائج؟ نتائج زاغالو كارلوس منتخب زاغالو. وبالنادي؟ رولوين. حلو. ليش ذي فصلتهم نتائج وصقل؟ هذا الواقع، هذا الواقع كان الواقع. ان هذا مدرب صقل. كان علمك الاساسيات الكرة القدم. حلو. بس بالتكتيك والتكنيك مو مثل الاقليه البرازيليين. هناك نتائج هناك. بشار، في هدف شفته من اهداف محمود المرعب جاسم يعقوب تمنيت ان انت اللي سجلته؟ ايه. اي هدف؟ اللي بموسكو على هذا سيف، اللي بموسكو على دسايا، لجمال هدف، لأهمية الهدف، كل شيء، جماله ومناسبته وعلى منه وشكله، ويعني الجول كله على بعض. من وانا صغير كنت احب، يعني كنت احب الجول هذا. ينفخني كذي مو تحتاج مشاري. لو عندك فرصة تختار نادي تلعب له، اي نادي تختار؟ ما ودي أقول لك محليا، خلينا نقول خارجيا. والله ما يعني الواحد ما يقدر ينقي نادي. شوف خارجيا بدع روح، تبي آسيويا تبي أوروبيا كيفك، أنا بسهلها لك يعني. والله هالسنة استايلي برشلونة.
برشلونه الحين لا احب مانشستر ولا قبل لا بس انا احب مانشستر صار متقاقه مانشستر تراك حتى محمد ترى الكل مانشستر اخرتها بيرني شو يسوي فيك اخرتها بيرني فتحس انه برشلونه على وضعهم الحالي مع تشافي اي فيدهم اي شيله فيله على الاقل يلقى شوط ثاني ابو حمود منو اصعب مدافع لعبت ضده؟ مرزوق سعيد ومحبوب جمعه هذا الاصعب مدافعين اثنين وفي الوضع الحالي مدافعين حاليين تشوفهم انه فعلا مدافعين مميزين والله ما ادري ما شفتهم كلهم لازم تلعب ضدهم ما تقدر حتى ما تقدر ها؟ حاليا بيرشار منو؟ الحين؟ ما ادري انا اقول لازم العب اللي لعب ضده يوسف دوخي يوسف دوخي يوسف دوخي يوسف دوخي تعال حاليا نسال مشاري حاليا منو؟ مدافعين؟ اي مدافعين تحصلنا والله شوف للامانه يعني انا كوني لاعب نص لكن يعني دائما نحتك مع لاعبين النص يعني المدافعين الارتكاز فصراحه انا استمتع واحب العب يعني واواجه صعوبه لما العب ضده يعني للامانه سلطان العنزي وفهد الانصاري يعني هذين اللاعبين يعني يعرفون قرايتهم للكره يعني يمكن الجمهور اذا شاف فهد برا يقول بطيء لكن الامانه فهد يعرف يقرا كره يعرف يغطي المساحه فاستمتع لما العب ضده وهم في صعوبه لما العب ضده وهو سلطان العنزي صراحه وهو سلطان العنزي هذيلا يمتازون يعني اللعب القوي يمتازون بقرايه الكره فانا استمتع لما العب مع لاعب يعني زين و حافظ مركزه عدل استمتع حتى يعني تبارك الرحمن تشوفهم كتسامي ايه جسم لاعب ارتكاز اي والله ما بس ارتكاز مغطي ماكم كاري ما يدش داخل شوي ايه بس ابو حمود يمكن ايضا اذا بتكلم على المدافعين ذكرت لي مدافعين اثنين حراس طرابلسي طرابلسي هذا خالص منه الله يرحمه سمير سعيد سمير سعيد الاثنين برا عالميا عالميا طبعا دسيب خلى بصوب هذا على مستوى العالم هذا حاله فارق نتكلم عن دورات الخليج مثلا هيك رعد حمودي هيك حمود سلطان حلو رعد حمودي وحمود سلطان من الحراس بشار انا قلت في حلقه سابقه ان انا وفي خالدي كنت اتمرن معه وايد حلو في التمارين يعني قبل التمرين كنت هذا المفروض انت عارفه بالعكس هو عارفني هو عارف اي لان المهاجم يقرا المدافع عفوا الحارس يقرا المهاجم اسهل يعرف شلون يتصرف هذا محليا اي خارجيا دايع كنت وايد اعمل حسابه يعني ما شاء الله هم كان يعني مالي يصد بريلا وايد بريلا وايد يعني ما شاء الله فعلا في من الحراس اللي الحين يعني نشوف انه هم يستخدم الايد وريل يمكن ديخية مانويل نوير او يمكن صار هذا الحين ستايل الحارس بانه يكون شامل اي بس شوف اي بس انا الحين يعني يقول لك الحارس لازم يلعب بريلا اي انت ضد هذه مو ضدها بس مو شيء اساسي يعني صار في مدربين يعتمدون على الحارس اللي يلعب بريلا شوف هو بونص هذا هو يلعب بريلا بس اذا ما يعرف يصد يلعب بريلا ما ماخذه نص متاخر اي قطه جدا اي في مدربين يفضل هذا يقول لك ليش والله هذا يلعب بريلا زين مو حارس يعني هذاك احسن حارس صح كحارس هذاك يصد احسن اي بس ابي واحد يلعب بريلا حتى المدافع حتى حارس سوي بس يعني مو يكون ما يعرف يصد عبد الله يعني بس يعني الحين مع تطور الكره يعني خلاص يعني صار يعني النص لاعب قام يصير زياده لو مو لاعب نص لاعب يعني شوف يمكن انا ما لعبت يمكن انا ما لعبت بهالوقت يعني للحارس يلعب يعني يعني نواف خالدي كان عزكم الله مقاسه 10 يلبس جوتي 12 فهذا وين يلعب الحين احنا بدوره بي حتى نقول حق نواف انت مو ستايك تقول لا الحارس ما يحتاج شيء بس الكره صراحه الوقت تغير فانا ما اقدر احكم لان انا ما لعبت مع يعني حتى كرة اليد الحين إذا الفريق كان فارق شوي خلاص قام يزيدون لاعب هذه كرة اليد يعني فيعني على قولتهم البلس واحد يعني يفرق أكيد كرة القدم الحديثة يعني. قبل لا نختم شاري منو لاعب من لاعبين الوسط اللي تمنيت إنه يكون معاك في الفريق على مستوى المحلي والله يعني أنا كنت أتمنى مثلا يعني ألعب مثلا مع عبدالله وبران بدر حجي لاعبين يعني لهم ستايلهم طريقتهم يعني أحسهم يعني أنا أحس أني أنا قراب من طريقة لعبهم وباصاتهم وكذي ويعني
اللاعبين يمكن القدامى يعني مثل ما تقول يعني الواحد كان وده، خاصة أن أنا الأمانة يعني اللي لحقت عليه مثلا جيل بشار وقبله، يعني مرات لما تطالعهم ودك تكون مثلا وياهم، ودك مثلا تكون تزاملهم بالفريق، يعني تكون أنت مثلا لاعب في بالوسط وياهم. وأنا الحمد يعني صراحة لي الشرف أني لعبت مع بشار بالسالمية، وطبعا بشار أنا شهادتي فيه مجروحة صراحة. أكيد وإحنا شهادتنا فيك مجروحة أو على أخلاقك داخل وخارج الملعب يا مشاري. كل الشكر على وجودك اليوم. ترى لاعب بادل زين بعد. لا لا هاي راح يكون وياك. لا بيعطيني بعض الدروس. شكرا لك مشاري على وجودك اليوم معنا في جولدن ون. مشكورين ما قصرتوا، وتشرفت لنا وأنا بوجود الكباتن الكبار، وصراحة يعني هذا مثل ما تقول أثر على نفسي يمكن لطول العمر أني قعدت مع كابتن جاسم يعقوب وكابتن بشار وياكم شرفت فيه. ويعني الأمانة أتمنى أن نكون يعني ضيوف خفاف عليكم وعلى السادة المستمعين والمشاهدين، وإن شاء الله نكون مثل ما تقول يعني أثرينا شوي الحلقة وقدرنا نفيد ونستفيد. ربي يوفقك إن شاء الله في الموسم مع النصر. كل شكر لك. شكرا لك بحمود. حياك الله. شكرا لك عبد الله. شكرا لكم مستمعين مارينا اف ام ومشاهديها. اكيد راح ان شاء الله نلتقيكم غدا في نفس الموعد من 3 لغايه 4 على مارينا اف ام. نترككم حفظ الله ورعايته. ثم الله. جائزه ناصر صباح الاحمد لافضل لاعب محلي في الموسم بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي اي يو كي. وجاسم شاف الجول شاف الجول الى بشا فرح قلبي فيها جول فرح قلبي الله برنامج جولدن ون المنصة الإعلامية لجائزة ناصر صباح الأحمد لأفضل لاعب محلي في الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي يا نساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج جولدن ون تقديم عبد الله دشتي. ونصويت على رأس المجموعة إلى إسبانيا إلى إسبانيا. التحليل الفني المرعب جاسم يعقوب. جاسم بشار عبد الله. اي نعم يلا يا بشار يلا جول. بدر المطوع. خطيره لبدران بدران بدران الله الله اكبر يا سيد الله الله. برنامج جولدن ون اخراج هاني عبد الصمد. اليوم يوم احتفالية غير عادية، نسأل الله تعالى أن يسعد من أسعدنا في الماضي ويطلع جيل آخر يكمل المشوار حتى يسعد الأجيال القادمة بإذن الله تعالى. شكراً.